يا خويا اول مره زرتي قناه عالم تكنولوجيا، ما تنساش الاشتراك في قناه عالم تكنولوجيا وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، ولا تنسى دعم الفيديو بلايك للاستمرار في نشر هذا المحتوى وتشجيعا لنا على نشر المحتوى وكل ما هو مفيد. اذا اخوتي كما تشوف هذه رساله راه وصلت تقريبا جميع قنوات اليوتيوب، وربما تلقى هذه الرساله عندك وتخلع ولا شي حاجه، ما تخلعهم حتى شي حاجه، رساله عاديه. يعني شنو المشكل اللي كاين؟ وهو ان في الفتره ما بين 14 و16 ما يوقع واحد الخلل في اليوتيوب، لذلك اليوتيوب ارسل لكم هذه الرساله باش تمشيو وتشوفوا الفيديوهات اللي نشرتوهم ما بين 14 و16 ماي، وتشوفوا ديك الاوصاف ديالها، واش الاوصاف، واش الاوصاف مازال كاينه في الفيديوهات. كانت الاوصاف في الفيديوهات ما كانت شي مشكل، كانت ما بقاتش عاودوا صوبوها، كانت فيها شي خلل عاودوا عدلوها. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، وما تنساوش اخوتي الاشتراك في قناه عالم التكنولوجيا، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.